ليه اتعمل حقن مجهري؟ تمام. لأن كان بيقابلنا مشكلة في أطفال الأنابيب اللي هي ضعف الحيوانات المنوية أو عدم مقدرة الحيوانات المنوية على الدخول داخل البويضة. وكان بيقابلنا المشكلة الناس اللي ما كانش عندها حيوانات منوية بتنزل، كنا بناخد حيوانات منوية من قبل الخصيتين، ففي مثل هذه الحالات بيكون الحيوان ضعيف ما بيقدرش يخش داخل البويضة، فكنا بيفشل هنا أطفال الأنابيب. إلى أن جاءت التقنية الحديثة بعد كده بعد عدة سنوات، وبقينا إن احنا ناخد الحيوان المنوي بإبرة معينة بطريقة معينة تحت المجهر، عشان كده سمي، وندخلها داخل البويضة، فسمي بالحقن المجهري.